مرحبا بك في نبذة عن NetSuite Planning and Budgeting Workforce Planning. للوصول إلى Workforce Planning أضغط Workforce Card على شاشة NetSuite Planning and Budgeting. سأبدأ بال Employee Restore Capability من خلال Department Restore Tab. يمكنني عمل فلتر للأقسام المختلفة. تسمح لي الـ Department Tab برؤية الموظفين الذين تم إدخالهم للفوركاستنج أو إضافة عدد موظفين أتوقع تعيينهم في العام القادم لهذا القسم. الآن سأوضح لك كيفية عمل الـ Compensation Planning. دعنا نعود إلى قائمة الموظفين ونركز على عددهم. أرى أنه في العام القادم لم أعطي زيادة أو عملاً إضافياً لموظف يدعى إريك. إذا قمت بالضغط على Company Expenses Tab ترى أن إريك لديه لاين واحد فقط للأجور. إذا ضغطت مرة أخرى على الـ Employee Roster Tab يمكنني منح إريك زيادة بنسبة 5%. سأدخل أيضاً مكافأة بنسبة 1%. ثم حفظ. عندما أقوم بالضغط مرة أخرى على الـ Company Expenses Tab أرى أنه تمت إضافة 2 lines، أحدهما للزيادة والآخر للمكافأة. أرى اتجاه مبلغ الزيادة يرتفع في فبراير 2021، وهذا بسبب الافتراض. إذا قمت بالضغط على الـ Annual Assumption Tab ترى أنه تم اختيار فبراير 2021 لشهر الاستحقاق لعام 2021. لذلك منحت إريك زيادة بنسبة 5% لعام 2020 وزيادة بنسبة 5% لعام 2021. تفعل الزيادة في 2020 في يناير وفي 2021 تبدأ في فبراير. إذا قمت بتغيير افتراض 2021 من فبراير إلى مايو وضغطت حفظ وقمت الآن بالضغط مرة أخرى على Company Expenses Tab فترى أن الزيادة تصبح سارية في شهر مايو. لا يحتوي NetSuite Planning and Budgeting على افتراضات مسبقة فقط، بل لديه قدرات حسابية حسب الحاجة. في الـ Company Expenses Tab أرى أن إريك لم يصل إلى الحد الأقصى للضريبة، حيث أرى أن هناك نفقات قدرها 603 دولارات لكل الأشهر الاثني عشر. إذا قمت بالضغط مرة أخرى على الـ Employee Roster Tab سأغير راتب إريك من 110 ألاف دولار أمريكي سنوياً إلى 200 ألف دولار أمريكي سنوياً وأضغط Save. أرى أن الضريبة قد وصلت إلى الحد الأقصى ولا يتم احتساب المزيد من الضرائب بعد أغسطس 2020 وبعد سبتمبر 2021. تظهر الـ Annual Assumption Tab أن حد فايكا في عام 2020 يبلغ 137,700 دولار أمريكي، والحد الأقصى لفايكا في عام 2021 هو 142,800 دولار. يمكن لـ NetSuite Planning and Budgeting تصميم موديل لنقل الموظفين. في هذا المثال أريد نقل إريك لقسم آخر. إذا ضغطت على Employee Update Tab ترى أن إريك موجود في الـ Sales Department وله تاريخ توظيف وليس له تاريخ إنهاء خدمة. نستخدم تاريخ التوظيف وتاريخ الإنهاء كـ Transfer Mechanism. نفترض أن إريك تم نقله لـ Support Department في مايو 2021. يمكن إدخال تاريخ الانتهاء في 1 مايو 2021 ضمن الـ Sales Department. وأنتقل إلى صف الـ Support وأحدد التايتل الجديد لإريك وهو VP Customer Support. الآن سأدخل الـ Hire Date في 1 مايو 2021 وأترك تاريخ الانتهاء فارغاً. أضغط على Salary Basis وأختار Salary. أقوم بإدخال 200 ألف دولار أمريكي للـ Input Rate وأدخل 1 في الـ Department Allocation. يمكن الآن نسخ ولصق البونص والزيادة والمزايا المتبقية من السيلز لاين إلى السبورت لاين والضغط فوق سيف. أضغط الآن على الـ Company Expenses Tab. قمت بعمل فلتر للسيلز ديبارتمنت وترى أن الشهر الأخير من النفقات هو أبريل والأشهر التالية فارغة. إذا قمت الآن بتغيير الديبارتمنت من السيلز إلى السبورت سترى أن جميع Expenses إريك تبدأ في مايو 2021. بمجرد الانتهاء من الـ Compensation Planning أراجع ما أدخلته في الـ Workforce Plan والـ Workforce Dashboard وفي الـ Income Statement. في الـ Workforce Dashboard أعرض عدد الموظفين في الـ Sales Department والذي انخفض بمقدار 1 FTE كامل في عام 2021 وزاد الـ Support Department بمقدار 1 FTE كامل في عام 2021.
سأذهب إلى مصاريف شركتي للاطلاع على أرباحي الخاضعة للضريبة والتي تساوي الراتب والأجور في الإنكم ستيتمنت. شكراً لمشاهدة هذا العرض التوضيحي. إذا كانت لديك أي أسئلة فيرجى التواصل مع أزدان أوراكل نت سويت سولوشن بروفايدر